يقول: إن الله جميل ويحب الجمال، فحلق اللحى ألا يكون من الجمال؟ هذا بالعكس، الجمال هو في بقايا اللحى، الله جعل اللحى جمالا للرجال، وأنتم تشوفون الفرق بين الملتحي وبين الحليق، تجدون الملتحي عليه جمال وعليه بهاء لأن الله جعل فيها جمالا، وتجدون الحليق وجهه مثل وجه المرأة، ما هو مثل وجه الرجل، لكن هذه بلوى وفتنة ابتلي بها، وإلا لو فكر ونظر في المرآة وشاف وجهه أدرك أنه قد أخطأ. الله جمله باللحية ثم يروح يحلقها ويصبح مثل المرأة أو مثل العجوز، هذا ما 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 هو لكن قد يقضى كما يقول الشاعر، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. الله تعالى يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالواجب على من ابتلوا بحلق اللحى أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا إلى الصواب وأن يتركوا لحاهم لأنها جمالهم وزينتهم ورجولتهم. نعم.